السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم عمر الطاهر من سبيجليش. دي الحلقة رقم 22 من كورس البرونسيشن أو كورس النطق، ودي سلسلة بنتعلم فيها النطق الأمريكان، وده هيفيدني كتير قوي لو عايز أتكلم بشكل صح والناس تقدر تفهمني بسهولة، مبقاش بنطق حاجة غلط. وتاني حاجة لما أجي أسمع أي حاجة إنجلش أقدر أفهمها برضو بسهولة. واحدة من الأسباب اللي بتخليني مش بفهم حاجة حد بيتكلم إنجلش أو حاجة بسمعها إنجلش إن هو بينطق بشكل مختلف غير اللي أنا أعرفه، فإحنا هنعرف النطق ده عشان لما أجي أسمعها أقدر أفهمها بسهولة. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي ننطق الا ساوند. الفيديو ان شاء الله كالعاده متقسم اربع حاجات، اول حاجه بسمع النطق الغلط، تاني حاجه بسمع النطق الصح، تالت حاجه بعرف القاعده ازاي اقدر انطقها وامتى اقدر انطقها بالشكل ده، ورابع حاجه باخد امثله كتير عشان الموضوع يثبت في دماغي اكتر. يلا نبدا مع اول حاجه وهو النطق الغلط. after ask class answer travel lost past laugh. تاني حاجه معانا وهو النطق الصح. after ask class answer travel last past laugh. ثالث حاجه معانا وهي القاعده، والقاعده هنا زي ما انتوا اخدتوا بالكم الساوند ده انا منطقش ان هو ا، فبعد اللي هو مش افتر، بعد اللي هو افتر. لو عايز اسال حد سؤال فمش بقول ask بقول ask. فصل مش class class. يجيب اللي هو answer. يسافر اللي هو travel. الاخير اللي هو last. الماضي اللي هو past. ويضحك اللي هو laugh. طيب كده انا عرفت ازاي بنطقه اللي هو طيب انطقه بالشكل ده لما الاقي حرف الاي، لما تلاقي حرف الاي. بس بالمناسبه مش كل حروف الاي اللي هتلاقيها في الانجليش هتنطقها بالشكل ده، فهو الفكره كلها يعني مش تعرف تفرق ما بينهم، والفكره كلها بس انت تعرف امثله كتير قوي فهتخلي الموضوع ده اسهل عليك. رابع حاجه معانا بقى تعالوا ناخد بعض الامثله. تضيف اللي هي add. يستطيع اللي هو can. قبعه اللي هي hat. رجل اللي هو man. حزين اللي هو sad. الماضي من الفعل have اللي هو had. الارض اللي هي land. الشنطه اللي هي bag. الرمله اللي هي sand. تعالوا ناخد بعض الامثله الكلمتين مع بعض. bad example اللي هو مثال سيء. practical plan يعني خطة كده سهلة التنفيذ. annual gathering يعني اجتماع كل سنة. last chance اللي هو الفرصة الأخيرة. handsome actor يعني ممثل جميل. bad habit عادة سيئة. angry man يعني رجل غاضب. تعالوا ناخد بعض الأمثلة لبعض الجمل. This is your last chance to give me an accurate answer. يعني دي فرصتك الأخيرة عشان تديني إجابة دقيقة. This is your last chance to give me an accurate answer. تاني مثال معانا. Sam sat at the back of the math class. يعني واحد اسمه سام قعد في اخر الفصل في حصه الرياضه. ودي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت، هتلاقوها في البلاي ليست كامله موجوده على قناه اليوتيوب. ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتس، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. واستنوني ان شاء الله الحلقه الجايه. باي باي.